عد أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك محمد باركيندو أن من السابق لأوانه أن تبحث المنظمة تعميق تخفيضات إنتاج النفط على الرغم من انخفاض الأسعار، وقال أن المنظمة تعول على روسيا للإسهام في تخفيف التوتر في المنطقة بهدف المساعدة في تحقيق الاستقرار بسوق النفط العالمية. وهبطت أسعار النفط الاثنين مواصلة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها الأسبوع الماضي مع تخوف التجار من أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي في نمو الطلب على النفط في المستقبل.